Önce bir koş. لكن هناك مشكلة أساسية ما بين دور الاتحاد ودور التنفيذ. أنا شايف إن فينا خط كبير جدا. على سبيل المثال لو خدنا جزئية التكذيب، أمر أخير فقط وفي قضية التمويل، أنا أرى أننا نستطيع الاتحاد العالمي على وقفت المداخلة الكريمة التي تدخل بها الأستاذ الجليل الدكتور محسن علم الكلام الجيفي في الإسلامي مع الأسف المتهم. نلاحظ هناك صحوة وهناك عودة وهناك امتلاء الكتاتيب. علم الدفاع، علم الحوار، علم المناظرة، نستفيد من هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. معلوم إلك دفاع أب اتحاد العالمين لعلماء الإسلام أسقاط المشتون. يعني براستي يوسف قرداوي ذاتي مظن عالم كي مظن عالمي عصرية. وعلي قرداغي أوجي وصا يعني هم عالم كي كرد هم عالم كي فر عالم كي مظن إدارجية وهركزي في تقدير كه. وحتى نيكو أف خزمتهم برا أخص علماء إسلام هر طرف الدنيا يعني كو عالم طوب كنا قاتل ميشي في جمعية في جماعة بنجي ما أخص نظام بو. جبروي هيا أنا أميد كي من باش هي إن شاء الله سردس فان عالم وقتك بإخلاص تقوى بشخلن بإذن خده اوه موفق فنج دعوه اخرى. معلوم علماء اف دولتي افريقا مجهر دولتي افريقا هنا جي اي آسيا مثلا اف كردستان عراقي حتى عراق ومثلا اي سوريا كدروان اي ايراني كردستان ايراني علماء اهل استان هر وان منطقة بتوني عالم اشتراكرنا و اي كبرج ما پرهب ناس کرو مثلا اتحاد العلماء والمدارس الاسلامية كديار بكسي قاتل مشي او اتكين الغامة بوبود فداجي بريو هنج بروي يروم مغزعي وان مغزعي كي بر مهمة يعني بتون خبردان وان خزمت وان خبات وان سر وحدتا امتي يرو تسيك هاتي سر في امتا اسلامي تفجري اختلاف دا وجبو خاطرك عالم بنا مثلا كدنا بين دست طاغوت وظالمة وعالمي سعودي مثلا ملك وقرالي سعودي چوا بخصوص وكوان فتوى ضد الامر وان حركات كل وقت يكون عالم برا يعني مستقل بين كتاب وسنه عمل كن شوك في خمبر مد حديث كي دبي دبي خرابونا ملته بملوكا يا ملوكا جيب عالم وقت ملك رئيس دوله دا چيفر ملت دي چيفر وقت يكون عالم چيفر يعني ملك جي ملوك جي چيفر ايرو اف خدمت وخباتك بس چار وجامل برن تفكي لسر وحدته سر اتفاق ملته واتفاق بان اختلاف كنا بين ملته هذا هنا حتى بان ايكو آسيتي وك داعش مثلا وك شيعتي حتى سنيتي حتى ويدري سري خبر ام امكان كي تسكي وصابن كو ام ناف ملته دا في صلحي شكل حتى مثلا افغانستان مثلا افغانستان فتنه كوا تشانس را لوده دوام تك سرويجي اي بي خبردانه حتى علي قرداغي كو ام سيجاره ما او كريه سي جاره ما مداخله كريه جبو خاطر لافغانستان ام صلح كي تشيكن معنى اسف قوم موفقنا بنا لكن ام ديسا تشارس ميسبن يعني هدف هوانا الحمد لله ما ظنن و اميدا مش خدا هي كينجي و اختلافا نابينا في امت رابع چمكي روكي اف امت عزيز بفا او اف كفر حاكميتا كافر السر مسلمان او رابع و اف زليلتياكو مثلا امتا اسلامي كاتيه تاوي پیغمبر امت حدیث كاد بي اول دين و نبوة و رحمتا دو دا خلافة و رحمتا دو دا ملكيت و سلطنتا دو دا ظلم و جبروتا ايرو دا حالت ظلم و جبروتا دانا امتا دانا چمكي هم نيرن جغيني كافرافان رؤساء رسال عالم اسلامي ج كافرا بيتر ظلمي لمسلمان تكن وك رئيس مصري وك اي سعودي وك مثلا اي مثلا بعث شيء سوري كافرا بيتر ظلم المسلمان كن يروى فتنه كل يمن ده هذا العراق ده هذا سوريا ده هذا مثلا ناف دولتي كافر هذا دحب كافر بالسلاح هم ناقل جبروي هواي وقتك خدا عز وجل يد القران الكريم هذا بي وان للانسان الا ما سعى جي انسان رانينا الا كتشتي طلب كي سعيب كي براب جدي بخوزا زي ما موفقكم جبروي هواي ميدا ما هي يعني كاف خدمات خبات بالجدي بإخلاص بالتقوى
به دوام کردن به اذن خوده اول سر دستی آن چی و اوش تابعه و حدیثات مخوان که پیغمبر مد به سمه یعود و علی سنت نبی کن دو نبوت اب رحمت داد دو خلافت اب رحمت داد دو ملکیت داد یا ظلم و جبروت داد آن حال ظلم و جبروت داد بنای سمه یعود و علی سنت نبی کن پیغمبر مد به دیسا مرحله بزر سر سنت پیغمبر کنگی به او امت بزر انشاءالله سر حالی که پیغمبر و اصحابی بسری بونه که عزت اسلامی دید اینجا ایرو بتونی مسلمان دنیا دنیا کی دوی ود به دبی وحدت یکیتی و هم اختلاف راکن اختلاف نابینا خراکن ای مذهبی به ای قومی به ای بلگی به امراکن تفکی وی تسیر بیزن بی ازنا خدا امیدا مهی که روکی موفق بنه خدا جیاردون که اوزبر وی هوا یعنی از خوش دبینم چکی خوش دبینم حتا المجی تکلیف تکنج بو خاطر که اشتراک بونی امنی را که وقت بیل آخره انشاءالله موفق بینن همه اشتراک بکن چون که یعنی قسمت و خبات مید مملکت دا و دا ترکی دا دنیا دا الحمد قسمت دا مشق دوامد که ایرو ایک مثلا مسئولی وان ایک ترکیه جمعا گو والله یعنی از دوستانی جوالا دا بیم آنا اول اهل قسمت اینه و خزمت کریه و مجادله کریه احتیاجه و امت براه احتیاجه ملت کر بوه احتیاجه و امت بوه اد خوزمون اشتراب کن انشاءالله که وقتی ار خدا شما اویگو ببینه می اشتراب کن و مش خدا اد خوزی خدا موفق بکن و خدا عز و جل او امت اسلامی جوی زلت جوی بینی حکم طاغوت و ظالم و خدا ناسا درخه او فکر اجنبی فکر الحاد فکر کفر کمونیزم سوسیالیزم زن دحشیتی و شیعیتی کنه ناوی امت امت برای پرچه برچه کنه امیدا مس خدایه که وان امت وان فکر تفرابن اف امت دبینی سیا قرآن و سنت دا پیغمبر دا پر وحدت بکه ام وی چیز خدا تخوزن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.